هنقتلك ونخلص منك. مساء الفل يا رجاله، مساء الفل يا جدعان. ايه ده كله؟ يخرب بيت عليكم يا جدعان. ايه ده؟ لا ايه انا فين؟ انتوا عاملين حفله هنا ولا ايه؟ سغمايه تاني احمد سغمايه. انا حابب بس اقول لك حاجه واحده يا صاحبي، ان السغمايه بتاعت فيديو النهارده دي جديده جدا. حد عمل السغمايه قبل كده في الفيلا؟ حد عمل السغمايه قبل كده في فيكندي؟ مفيش حاجه طازه. عشان كده النهارده صعب قوي. من الحق في ناس كتير سالت على السلك اللي ورا ده. السلك ده يا جماعه بتاع الشحن بتاع التليفون بتاعنا. ليل نهار بشحن التليفون عشان ما بسيبوش. انا بشحنه بالنهار واقعد افرغ اللي انا شحنته بالليل. عايزين بس يا رجاله قبل ما نبدا الفيديو ده كلنا نصلي على النبي ونوحد الله في قلوبنا وكتر من الصلاه على النبي عشان ربنا يكرمنا في احنا بنعمله. انا مش عايز اطول عليكم، انا كان في كلام كتير نفسي اقوله والله العظيم، بس يعني خشوا في الفيديو على طول. يلا بينا. ساشا صاحب اللايك سبسكرايب كومنت جميل عشان اديك القلب الحلو. يلا خش على الفيديو على طول. اقول لك ايه، العدد حلو، خش على طول. يلا خش. هننزل كلنا عند الفيلا. التلاتة اللي موجودين معايا كل مهمتكم ان انتوا هتقفوا بره تامنوا الطريق. اي حد يخش على الفيلا اي حد يطلع من الفيلا تلبوه على دماغه على طول. هنعملها من جولتين، واللي هيكسب في اول جوله واللي هيكسب في تاني جوله هيلعبوا بعض في روم نهائيه. فهمتوا حاجه يا جدعان؟ اول ما اقول ننزل كلنا مع بعض. عايزين نفتح برشوتاتنا مع بعض يا رجاله. يلا كله انزل يلا. ولا الفيلا مش ظاهره عندي. يلا الفيلا مختفيه، شكلها هي دي الفيلا باين. انزلوا يا جدعان. ايوه خش جوه بقى الفيلا اللي هي الرسمه الحلوه الهيكل الخشبي ده. ايوه خش فيه، مش عايز اي حد يطلع منه. ما بص انت هتتخنزري وتجيلي على السطح. انا قاعد لكم على السطح اهو. انزل من على السطح انت وهو اهو. يا رب ما وقع، يا رب ما وقع. لا الحمد لله ما وقعت. انزل ادمن على السطح يا كل اللي على السطح ينزل. ولا اديني سلاح واطلع لي على السطح يا كله من السخاب بتاعت. تمام كده يا جدعان، اديني يا ابني سلاح بسرعه يا اديني سلاح. كله السخاب جوه الفيلا يا جدعان، كله السخاب يا جدعان. انا هعد من واحد لثلاثه وادخل لكم يا رجاله. اثنين ثلاثه انا داخل يا رجاله، كله السخاب يا ولادي. طلع اسود. مين اللي قتلني ده يا جدعان؟ مين اللي قتلني ده؟ ده كانت مجزرة. هننزل برضو الفيلا تاني. محدش ينزل على السطح، اللي ينزل على السطح هيموت. انزل تحت، ادي خنزير انت اهو استخبوا تحت. انا نزلت لكم فوق اهو عشان اللي هلاقيه اقسم بالله عشان كله. مفيش حد موجود على السطح. جهزوا لي اسلحه يا رجاله، جهزوا لي اسلحه عشان انزل ابدا على طول. واحد اثنين ثلاثه انا جاي يا رجاله، انا جاي. ايه ده؟ ام 4 يا فرج الله. في حد بيضرب. بص انا واحد، ادي الثاني، هذا الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، ده احنا شكلنا هنجيبهم كلهم. خد يا صاحبي تعال. ايه ده؟ واحد خلع هدومه وسايبها لي. سالفه يا صاحبي، سالفه يا ابو الصحاب. زي ما انت ما تقومش. انت اللي جيت لي لنفسك بقى. خد يقعد، انا مش هسيبك يقعد. انا ماشي وراه. تعال حد تاني. انا عايز بقى افنش عشان نخلص، عشان نشوف الاعداد اللي بعدها. عايز افنش. خد يلا. راح فين يا مجرم انت متهور؟ معلش يا صاحبي بس والله الدنيا صعبه. ده انا ما عادش معايا طلقه يا صاحبي. انا مش عارف انتوا لميتوا الطلق ولا وديتوه فين. ايوه روح انتوا الاثنين كده. انت ايه اللي دخلك هات جوه جايب لي طلق؟ والله انت راجل محترم يا ابني، تسلم لي والله. لا وشوت جن كمان. يا والله انا مش عارف اقول لك ايه حبيبي يا اسطى، والله حبيبي ادي جو تسلم لي. اطلع بقى امن الطريق بره يا جو، امن الطريق بره. خدي في عربيه جايه بره باين يا جدعان. انا بلف بعربيه بره يا اسطى. هو ده احنا في دوريه. ما تموت يا ابني انت هو يا ابني بقى، ما تغلبنيش يا ابني. موت يا اسطى بقى. في ايه؟ انا ضربت عليكم كتير قوي. قتلتهم. استنى انت صعبان عليا والله يا صاحبي، صعبان عليا. عمال تلف ومش لاقي حد يصحيك. فنقتلك ونخلص منك. مساء الفل يا رجاله، مساء الفل يا جدعان. ايه ده كله؟ يخرب بيت عليكم يا جدعان. ايه ده؟ لا ايه انا فين؟ انتوا عاملين حفله هنا ولا ايه؟ يخرب بيت سنينكم. انا اتخضيت من المنظر وربنا. يا ربي ده العيال هاجت، العيال هاجت. لا 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 لا، تعالوا انتوا معاه سلاح باين ولا مش معاه؟ مين اللي بيضرب ده؟ خد يلا اللي بتضرب يلا تعالى. والله ما انا سايبك. واد بيضربني. هو راح فين؟ سيب والله يا صاحبي. نام يا صاحبي، مش عايزين نتعبك بس معانا. خد يلا.
حد تاني موجود؟ ايه ده، انت معايا ولا مش معايا؟ يخرب بيتك طربتني، انا افتكرت واحد عايز يقتلني. الواد اللي عمال يلف بالعربيه ده، اهدى بقى عشان ما انزلش افجرك وربنا. اهدى اهدى، جبت له صداع يا اسطى. بقى بره عشان بس المشي. لا لا، ما تلفش ما تلفش ما تلفش، تعالى انا مش هسيبك. يلا مع السلامه. انت واقف تتفرج علينا ليه يا صاحبي؟ مش قلنا نستخبى؟ حد هنا؟ مفيش حد هنا. معلش يا صاحبي معلش، الفيلا دي والله العظيم اجمد استغماه عملناها. لا الفيلا جميله. معلش يا صاحبي، مساء الفل يا رجاله. انتوا الاتنين اخوات ولا ايه؟ احنا بنعمل كل حاجه مع بعض. تعالى يا صاحبي انقذه، تعالى انقذه. صاحبك مش عايز يجيلك، لو كان جالك كنت سبته وصحيك. يلا، مش انت مش عايز تصحي صاحبك؟ حصله، يلا حصله بسرعه. حد تاني؟ زي ما انت، زي ما انت نايم. يلا انت لسه لك طلقه وتموت، هسيبك تموت مع نفسك بقى. مين اللي دخل بالعربيه جوه؟ تصدق انت خنزير؟ يلا والله العظيم. ده صح. مساء الفل يا رجاله، عاملين ايه؟ منورين. في حد لسه عايش؟ سمع خطوات رجل بس مش عارف فين. تعالى كده عندي، تعالى كده عندي، تعالى عندي اصلا. لا ايه ده بس؟ يا سيبني انا عمال اجيب ناس اهو. العيال العيال عندي قاعدة بتجري قدامي. دور عليهم فين تاني دول بقى؟ احنا كده نضفنا الجزء اليمين، لسه نخش الجزء الشمال. في صوت رجل، في حد عمال يتحرك. واحد اهو. اوف، خدها في وشه. ما قدرش يقاوم. مساء الفل يا رجالة. ما تقوم يا صاحبي اعمل أي حاجة. الله، خرب بيتك يا سماريكا. ما بين ما كانش باين، كان نفس لون الخشب. والله كان نفس لون الخشب. مين اللي هيصحيك يا صاحبي؟ رايح لمين؟ محدش عاب ينفع في الزمن ده والله. كنت رايح لحد هنا، رايح لمين هنا مش عارف. في صوت رجل أهو، صوت رجل أهي أهي أهي، صوت الرجل أهي. هتروحوا مني فين؟ هتروح فين يا صاحبي؟ تعالى كده، لسه واحد يا جدعان عايش. يا ترى مين اللي لسه عايش؟ يطلع واحد بس اللي عايش، هو الكسبان. اطلع بسرعه يا صاحبي، انت الكسبان. ولا لا يكون فاصل لو مش موجود. واحد بس يا جدعان كده المفروض هو اللي عايش. هو فين يا صاحبي؟ هو عندنا عندنا. تعالى اللي عايش. لا اهو، تعالى يا اسطى تعالى. ياه حبيبي يا صاحبي، والله انت اللي كسبت معانا يا اسطى. والله ايه الشعر الازرق الحلو ده؟ عاش يا صاحبي والله. الله، تعال اركب العربيه ده، تعال اركب اركب. بس امشي بقى، سيبه سيبه. رقم 4 ده مش مهم. اطلع يا اسطى، خش بينا جوه الزون يا اسطى، خش جوه الزون. والله يا صاحبي انت راجل برنس، ان انت تكسب في وسط المعمعه دي كلها يبقى انت راجل برنس. بس انت عملتها ازاي يا صاحبي؟ كسبت ازاي؟ ايه ار محمد. اسمك ايه؟ ار محمد. احلى مسا على ايه ار محمد في الدنيا كلها. هنعمل كمان روم استغماه يا جماعه، واللي هيكسب هيقابل ايه ار محمد. اقف يلا، اقف اقف اقف. انت جريت ليه يا ار محمد؟ ما تخافش، ده احنا كنا بنفجرها، ما حدش هيقتلك، ما حدش يقدر يقتلك اصلا. ما حد ولا العيال بتربي الكلام الاجرى. ايه ار محمد؟ فجر نفسه، فجر نفسه الواد. صحيه صحيه يا ار محمد، صحيه صحيه يا اسطى. لا يلا يا جدعان، ده كان اول واحد يكسب معانا. هنعمل روم كمان، واللي هيكسب هيقابل ايه ار محمد. يلا طيب كده يا جماعه بقى، احنا خلصنا الفيديو ده، يا رب يكون عجبكم. استنوا الجزء الثاني، انا شغال مونتاج عليه والله دلوقتي. فالناس بقى، الناس اللي شاركت معاه في الجزء الاولاني، ما تنزلش تكتب تحت في الكومنتات وتقول ايه اللي هيحصل ومين اللي كسب. خليه بينك وبيننا كده، بلاش تطلع الاسرار بتاعت الرومات دي بره. وانت يا صاحبي لو عايز تشارك معانا في الرومات اللي احنا بنعملها، احنا متجمعين ليل نهار في الديسكورد، فادخل على الديسكورد عندنا، هتلاقينا قاعدين بنعمل رومات، بنلعب بنتسلى بلاوي. ما تنساش بقى يا صاحبي اللايك الحلو، سبسكرايب الجميل، كومنت لذيذ عشان نديك القلب الحلو. ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانية اجمد واحسن من كده. السلام عليكم.